المزيد مشاهدينا حول ورشة عمل مبادرتي تعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يطلعنا عليها محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. إليك محمود. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نحييكم من الأكاديمية الوطنية للتدريب. نتابع معكم حزمة المبادرات والبرامج التنموية المختلفة التي أعلنت عنها إدارة منتدى شباب العالم في النسخة الخامسة للمنتدى، التي ستكون عبارة عن تنفيذ كل التوصيات المختلفة للنسخ السابقة، وتكون عبارة عن مبادرات لدعم رواد الأعمال ودعم الشباب أيضا في يعني تأهيلهم سوق العمل، وأيضا بعض المبادرات التطوعية. نتابع اليوم تحديدا ورشة عمل لمبادرتين هامتين، هما مبادرة التعلم من أجل الكسب وأيضا التطوع. مبادرتان هامتان تهدفان إلى تأهيل الشباب وتمكينهم إلى سوق العمل، والتعرف على المبادرات المختلفة لتأهيلهم أو المهارات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، وأيضا وضعهم على خارطة طريق التطوع ودمجهم في المؤسسات التطوعية. هذه الورشة تتم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووجود عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة أو حتى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة المهتمية بتمكين الشباب وأيضا إشراكهم في العمل التطوعي. مبادرات العمل من أجل الكسب تتم أيضا لتعريف الشباب وتعليمهم بالمهارات المختلفة التي تؤهلهم لإيجاد فرص عمل بشكل أسرع وبشكل أفضل من خلال تعلم بعض المهارات المختلفة ككيفية اتخاذ القرار وصناعة القرار والتغلب أيضا على المشاكل المختلفة داخل العمل، وأيضا مواجهة التحديات الخاصة بوجود فرص العمل، أيضا تعلم اللغات المختلفة، التعلم على الأجهزة الإلكترونية المختلفة، عامة فيما يتعلق بكل ما هو يؤهل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة. أما التطوع أيضا التركيز على أهمية التطوع ووضع الشباب في المؤسسات التطوعية. هناك عدد كبير من المؤسسات موجودة في هذه الورشة للاستماع إلى أفكار الشباب وكيفية دمجهم في المؤسسات التطوعية كمؤسسة حياة كريمة وأيضا التحالف الوطني وعدد كبير أيضا من المؤسسات ومجتمع المدني. هذه هي التفاصيل الخاصة بورشة العمل الخاصة بمبادرتي التعلم من أجل الكسب والتطوع من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.